بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في صوم ست من شوال. روى مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وروى ابن ماجه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وفي رواية: صيام رمضان صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة. الترغيب في صيام يوم عرفة لمن لم يكن بها. روى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وروى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. أحاديث يذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في كتاب الترغيب والترهيب، ويذكر الترغيب في صوم ست من شوال ونحو ذلك من أيام التي يستحب فيها الصيام. إذا صام المسلم رمضان هذا قد أدى الفريضة التي عليه، فبعد رمضان أو غير رمضان يكون صيام نافلة، إلا أن يوجب المسلم على نفسه شيئا بنذر مثلا، أو يجب عليه بكفارة ونحو ذلك، أو يكون قضاء لرمضان، لكن الأصل هو صوم رمضان فقط هذا الفريضة. صوم النافلة يستحب إذا انقضى رمضان أن تصوم بعده ستة أيام من شوال. في الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، يعني ولا بعده مباشرة صام ستا من شوال، يستحب أن يكون بعده مباشرة، ويجوز أن يكون في أي أيام. يستحب أن تكون الستة متوالية، ويجوز أن يكون في أي وقت من شهر شوال أن يصوم، سواء صامها اثنين وخميس أو صامها في أيام متوالية أو يوما بعد يوم. إنما اللفظة في الحديث ثم أتبعه ستا من شوال تشير لأنه يتبع، يبقى وراء على طول، هذا أفضل، يصوم ستا من شوال لتكون هذه الستة متتابعة، هذا أفضل وليس فرضا، وإنما هو مستحب، هذا مستحب. فسواء صام ستا من شوال بعده، ومعروف طبعا يوم العيد يحرم الصوم فيه، ففي الفطر هو يوم العيد يوم واحد فقط هذا اللي يحرم فيه الصوم، أما بعد ذلك بعد أول يوم العيد يجوز لك أنك تبدأ الصيام من ثاني يوم على طول من العيد، تصوم الستة من شوال، سواء بقى صمتها متوالية أو فرقتها بحسب ما يتيسر لك. كلما انتهيت منها كان أفضل، لا تدري متى يأتي عليك الأجل لعلك لا تقدر على صيامها، تكون قد حصلت الثواب العظيم فيها. وشوف في الحديث هنا كان كصيام الدهر، يوضح ذلك الحديث الذي يليه عن ثوبان، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: من صام ستة أيام بعد الفطر، بعد الفطر يعني بعد ما أفطر من رمضان يوم الفطر، بعد ذلك صام ستة أيام كان تمام السنة. كان تمام السنة المعنى إنه الحسنة بعشر أمثالها، كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الآية: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فيبقى صوم شهر رمضان بعشرة أمثاله كأنه بعشرة أشهر، وصيام الستة أيام كأنه بصيام شهرين، يبقى كأنه صام السنة. فالمواظب على ذلك كل سنة يصوم رمضان وستة من شوال كأنما صام عمره كله، كأنما صام عمره كله. لذلك المسلم لا يفرط في هذه الأيام العظيمة أن يصومها. من الأيام التي يستحب للمسلم أن يصومها ويتأكد استحبابها صيام يوم عرفة،
صيام يوم عرفة اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في صيامه، وهذا لمن لم يكن بعرفة. فمن كان بعرفة فالمستحب أن يفطر حتى يتقوى على العبادة. الدعاء في هذا اليوم أهم شيء، الدعاء، فالذي بعرفة يستحب له الإفطار حتى يتقوى على الدعاء، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان مفطرا وهو في حجة الوداع وهو بعرفة. صيام يوم عرفة لمن لم يكن بها أو صيام يوم عرفة مطلقا يكفر السنة الماضية والباقية، يكفر السنة الماضية والباقية هذا الصيام. في رواية قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. وفي رواية: من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه قبله يعني وسنة بعده. وفي رواية: من صام يوم عرفة غفر له ذنب سنتين متتابعتين. هذا شيء عظيم جدا، الإنسان يصوم في هذا اليوم اللي هو اليوم قبل عيد الأضحى مباشرة، يوم الوقفة، يوم الوقفة. وكثير من الناس يخلط بين العيدين فيقوموا يقولوا مثلا الوقفة بتاعت العيد الصغير والوقفة بتاعت العيد الكبير. ما فيش حاجة اسمها وقفة العيد الصغير، الوقفة معناها الوقفة في عرفات، في عرفات، ما فيش عرفات في العيد الصغير. فهذا من الخطأ اللي شاع عند العوام وعند الكثير من الناس هذا الشيء، يقول لك وقفة العيد النهاردة، ما فيش وقفة في هذا العيد، إنما هو آخر يوم من رمضان ثم بعد ذلك يعيد الفطر، وعيد الفطر هو يوم واحد. أما عيد الأضحى فيوم ثلاث أيام تشريقي بأربعة أيام هو عيد الأضحى. فيوم الوقفة في عيد الأضحى هذا اللي يستحب لك أن تصوم في يوم تسعة يوم عرفة، تصومها تعدل صيام سنتين أو يكفر عنك ذنوب سنتين. في رواية في الحديث عن سعيد بن جبير: سأل رجل عبد الله بن عمر عن صوم عرفة فقال: كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعدله بصوم سنتين، نعدله بصوم سنتين. ذلك من الأيام المباركة العظيمة أن الإنسان يحرص على صوم يوم عرفة والإكثار من الدعاء فيه. يبقى يوم عرفة وذكرنا الستة من شوال. كثير من الناس يسمي الستة من شوال أيام البيض، وهذا خطأ، هذا خطأ. أيام البيض اللي هي أيام 13 و14 و15 من الشهر العربي اسمها أيام البيض، وأصلها الأيام ذوات الليالي البيض، لأن القمر بيكون فيها بدرا في هذه الأيام، في هذه الليالي، فهي أصلها أيام ذات الليالي البيض، لياليها بيض بسبب القمر. ستة من شوال إذا صمتها بعد رمضان مباشرة في أول شوال ما فيش أمر فيها، ما فيش أمر فيها، لسه الأمر في بداية مولده ولسه هلال صغير، فما هياش بيض ولا غير، فهي اسمها أيام الست من شوال، الست من شوال. من الأيام المستحبة في الصيام صيام شهر الله المحرم، شهر محرم مستحب أنك تكسر من الصوم فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم. وأحب الأيام في هذا الشهر شهر المحرم يوم عاشوراء، يوم العاشر من شهر المحرم، لما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل عن صيام يوم عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية. صوم عاشوراء يوم عشر محرم يكفر ذنوب سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يصوم تسعة معه، تسعة مع عاشوراء، فيستحب ذلك أن يصوم يوم تسعة ويوم عشر من شهر المحرم وأن يكثر من الصيام في شهر المحرم. يبقى صيام عرفة يكفر ذنوب سنتين، صيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة. في شعبان أيضا يستحب الصيام في شهر شعبان قبل رمضان، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث منها حديث لأسامة عند النسائي قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، يعني بتكسر من الصوم في شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وجاء في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، قالت: كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله، بل كان يصومه كله. يبقى من الصيام المستحب صيام شهر شعبان كله أو أكثره أو ما يتيسر منه، كذلك صوم قليلا بل كان يصومه كله، بل كان يصومه كله. يبقى من الصيام المستحب صيام شهر شعبان كله أو أكثره أو ما يتيسر منه،
كذلك صوم شهر المحرم، هذا من أحب الصيام إلى الله عز وجل بعد رمضان، خصوصا يوم عاشوراء، كذلك ما ذكرنا من صوم يوم عرفة، وما ذكرنا من صيام ستة من بعد رمضان، هي من أيام شهر شوال. في شهر شعبان أيضا فضيلة في النصف من شعبان، في النصف من شعبان، أنه في حديث لمعاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. فهنا هذا الشهر العظيم ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وكذلك في مزيد فضيلة في ليلة النصف من هذا الشهر أن الله عز وجل يطلع على عباده فيغفر لجميع المؤمنين إلا الإنسان المشرك بالله، وإلا الإنسان المشاحن الذي هو مخاصم لأخيه. من الأيام اللي يستحب صيامها أيام البيض، أيام البيض اللي هي يوم 13 و 14 و 15 من كل شهر، من كل شهر عربي. ففي حديث أبي هريرة يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، قال وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وجاء في حديث آخر عن قرة بن إياس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر كله وإفطار، صيام الدهر كله وإفطار. المعنى أنه كسب أنه بقية الشهر أفطر، ولكن هذه الثلاثة الأيام أغنت عنه باقي الشهر، كأنه صايم عمره كله، فهو مفطر في غير هذه الأيام، ولكن بصيامه لها كأنه صائم باقي أيام عمره. فيها فضيلة أيضا في صيام الثلاثة أيام من كل شهر، قال في حديث ابن عباس عند البزار قال صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يذهبن وحر الصدر. الحديث فيه صيام شهر رمضان هو شهر الصبر زائد ثلاثة أيام من كل شهر، ويستحب أن تكون هذه الأيام أيام البيض اللي هي 13 و 14 و 15 لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. يذهبن وحر الصدر معناه الغش، شهر رمضان هو شهر الصبر زائد ثلاثة أيام من كل شهر، ويستحب أن تكون هذه الأيام أيام البيض اللي هي 13 و 14 و 15 لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. يذهبن وحر الصدر معناه الغش الذي يكون في الصدر، الغل، الحقد، الوساوس، إذا أردت إذهابها فصوم ثلاثة أيام من كل شهر بعد صومك لشهر رمضان. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم دله على أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقال له صلى الله عليه وسلم: أدلك على صوم الدهر ثلاثة أيام من كل شهر، يعني صوم ثلاثة أيام من كل شهر. وفي حديث لعبد الملك بن قدامة ابن ملحان عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصيام أيام البيض، أيام البيض، قال 13 و 14 و 15، ده اللي قصدناه أيام البيض 13 و 14 و 15 من الشهر العربي. أيضا مما يستحب صوم الاثنين والخميس لحديث أبي هريرة عن أيضا مما يستحب صوم الاثنين والخميس لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. من الصيام المستحب أيضا أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما، يصوم يوما ويفطر يوما، لما جاء في حديث عبد الله بن عمرو أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فصوم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاق، إذا أحب يعني أنه هو يصوم كثيرا ولا يزيد على ذلك، ما يزيدش على ذلك، أنه يصوم يوما ويفطر يوما. هنا الرجال والنساء يستوون في ذلك، لكن نقطة بقى أن المرأة المتزوجة لابد من إذن وليها في ذلك، لما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، شاهد يعني مش مسافر، قاعد في البيت موجود، فلا يحل لها أن تصوم إلا أن يأذن لها، لعل الرجل يريد من امرأته شيئا من حاجته تقوم تتعذر عليه إني صائم. إلا أن يكون صوم فريضة المرأة عليها أيام رمضان بتقضيها، يبقى هنا لا يجوز له أنه يفطرها. أما صوم النافلة فتستأذن، فإن أذن صامت، فإن لم يأذن وصامت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل ذلك، وللرجل أن يفطر المرأة في ذلك. نقف على هذا ونذكر بعض الأسئلة اللي جاءت، ورجاء ما حدش يبعت أسئلة بعد كده، يعني جاء أكثر حوالي 100 سؤال فهنجاوبهم إمتى الأسئلة دي، أسئلة كثيرة جدا، فرجاء ما حدش يبعت أسئلة تاني.
سائل بيسأل من ولا من ضمن الثلاثة الذين لا يقبل الله لهم دعاء من يعطي ماله للسفهاء، هل المقصود بالدعاء الذي لا يقبل هو الدعاء على السفيه أم أي دعاء أدعوه؟ لأنني أعطيت مالي لابني فضيعه أن أدعو له بالهداية. هنا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم من حديث أبي موسى قال ثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله وقد قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هؤلاء ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، يدعون يعني في خصوص هذه المسألة، في خصوص هذه المسألة أن الله عز وجل جعل الحل بيدك وأنت اللي فرطت في هذا الحل، فكونك أنت تأثر في الحل وبعدين تدعوه أنت اللي ظلمت نفسك، فعلى ذلك لا يستجاب لك في خصوص هذا الشيء، مش معناه كل الدعاء بتاعك لا يستجاب لك لا، لكن هذا الشيء. فرجل تزوج امرأة سيئة الخلق تشتمه وتسبه وتشتم أباه وتشتم أمه وتفسد علاقاته مع الخلق، هنا بيدك أن تطلق، ليه مسكها؟ طلقها. هنا يمسكها وتفضل تشتمه وتضربه ويعمله يا رب يا رب يا رب ما ربنا عطي لك في إيدك طلقها، طلق المرأة. فهنا تدعو ادعو مش هيستجاب لك في ذلك. رجل داين إنسانا بدين أعطى وكان يمكن أن يشهد عليه، كثير من الناس في هذا الشيء تأخذهم يعني الشهامة كده يقول لك لا دي رجولة، ده كلمة ثقة كلام الفارغ بتاع الناس ده، فكثير حتى الإخوة بر فيجي بعض الأخ يقول أنا تعاملت مع فلان التاجر وكلمة ثقة وكلامنا الراجل مربوط من لسانه، كلام فارغ من كلام السوق والذي لا يصلح في الشرع. هنا الشريعة بتقول لك اكتب إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ليه ما كتبتش؟ أنت لم تكتب تستاهل يحصل لك. هنا مش معنى بقى تستاهل يحصل لك يعني يحل لهذا الآخر الغدار أنه يأكل المال، لا ما يحلش له، ده مصيبة مصيبة وعقابه عند الله أليم، لكن أنت قصرت في حقه، لما لم تشهد؟ لما لم تكتب هذا الشيء؟ لم تكتب ولم تشهد يبقى ادعو فلا يستجاب لك، لا يستجاب لك. طب كونه تدعو أنت ولا يستجاب لك والتاني خلاص راح، لا التاني ربنا مش هيسيبه، التاني يعاقبه الله عز وجل ويبتليه. وفي الحديث من أخذ أموال الناس ينوي إتلافها أتلفه الله، لكن الأمر فيك أنت أنك اكتب لما تدي الحد دينا اكتب هذا الدين وأشهد عليه حيث تعرف تجيب المال منه بعد ذلك. الثالث الرجل الذي آتى سفيها مال، كأنه قيم على مال يتيم وبعدين اليتيم بلغ ولكنه لم يرشد انه ما زال سفيها ما زال لا يدري مصالحه، ياخذ المال يفرطه ويضيع المال، وبعدين هذا ادى اليتيم هذا المال، خذ هذا المال، خذ المال وضيع هذا المال، فهو هذا الانسان حيدعو يدعو بايه؟ هو يستحق الذي حدث. اذا كان هذا مال اليتيم ربنا قال لك ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، اذا كان مال اليتيم فكيف بمالك انت؟ اذا كان مالك انت تستأمن عليه انسانا سفيها تعرف انه مضيع، يبقى انت قصرت في حق نفسك وتستحق انه لا يستجاب لك في دعائك. بنت ابوها زنى بها وهي فتاة والعياذ بالله، عندها 12 سنة، هل يجوز لها، هل يجوز له ان يكون وليا لها؟ طبعا إنسان بهذا الشيء لا يستحق أن يكون وليا لابنته، لا يكون وليا لها، يكون ولي آخر. إذا كان أبوه جدها لأبيها مولود هذا يكون وليها في أمر نكاحها، إذا كان هذا الإنسان يفعل ذلك ويستحل ذلك هذا كافر، كان يفعل ذلك فهو يستحق أن يرجم الذي يصنع هذا الشيء شرعا، فلا يستحق أن يكون وليا عليه. فهنا الولاية تنتقل لمن هو أهل بعد ذلك، إذا كان لها أخ كبير يصلح، إذا كان جدها أبو أبيها إذا كان عمها، أما هذا الإنسان وهو على هذه الحالة فلا يصلح أن يكون وليا له. أذهب إلى داري لتحفيظ القرآن وأمسك المصحف أثناء الدورة الشهرية وأنا ألبس القفاز أمسكه من أجل المراجعة والحفظ. إذا كان من أجل المراجعة والحفظ لا تمسكه بيدها ولكن بحائل، بحائل إذا كان المصحف على شيء ولو في إيدها جوانتي أو شيء غليظ تقلب به الصفحات، لكن لا تمسك المصحف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. هل يجوز للخاطب أن يرى وجه خطيبته أثناء فترة الخطبة أم لا؟ وفي الحديث انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فينظر إليها لغاية ما يرى منها ما يصلح له أن يتزوجها وبعد ذلك حكمها حكم الأجنبية حتى يكتب عليه.
امرأة توفيت وكان لها دين عند أخت، هل يجوز للأخت أن تخرج هذا الدين صدقة جارية أم تعطيها لورثتها؟ لا طبعا لا يجوز له، المال خلاص مات الميت انتهى أمره، الميت ينتقل المال الآن إلى الورثة، إلا أن يكون هذا الميت أوصى بهذا المال بعينه أن يكون صدقة جارية، بشرط أن يكون هذا المال لا يبلغ ثلث ما تركه الميت، لا يبلغ، إذا بلغ الثلث فالثلث كثير، فإذا كان الثلث فما دونه يبقى على ذلك يجوز يخرج صدقة جارية بوصية الميت. أما لم يوصي الميت أو أوصى وكان هذا المال مالا كثيرا أكثر من ثلث مال الميت فلا يجوز أن يتصدق منه إلا بالثلث فقط، فعلى ذلك المال يعطى للورثة والورثة يتصرفون في المال. هل تجوز زكاة في رمضان ولا زكاة رمضان زكاة الفطر يظهر للأهل إذا كان مريض لا يقدر على العمل؟ يعني زكاة الفطر يجوز أن يعطيها الإنسان لأي إنسان فقير محتاج، إلا أن يكون الأب أو الابن، إلا أن يكون الأب والأم كذلك والجد والجدة والابن والبنت والأحفاد، فهنا لا الأصول والفروع يأخذون من زكاة المال ولا من زكاة الفطر، إنما زكاة الفطر تعطى لغير ذلك، فيجوز أن يعطي لأخيه، أن يعطي لعمه، أن يعطي لخالته، أن يعطي لابن أخيه، لبنت أخته، وهكذا يجوز أن يعطي زكاة الفطر وزكاة المال. الشرط طبعا أن يكونوا فقراء، أن يكونوا فقراء يعطي زكاة المال ويعطي زكاة الفطر، أما إذا لم يكونوا فقراء فلا يجوز له أن يعطي لهم إلا صدقة مطلقة، الصدقة يجوز يتصدق عليهم بصدقة، أما الزكاة فلا تعطى إلا الفقير والمسكين على ما ذكرنا قبل ذلك. أنا مكتوب كتابي على أحد الإخوة وهو يعمل بشركة ويريد أن يأخذ سلفة لإتمام الزواج وسيزاد عليه، فهل هذا ربا؟ إذا كان سلفة وحيدفعها أكثر، حيستلف 1000 جنيه ويدفعها 1200 هيبقى ربا طبعا، ربا يحرم الربا. هل يجوز أخذ فوائد دفتر البريد ثم يتصدق بها؟ والله إذا كان إنسان حط ماله خلاص وتاب لله عز وجل وسحب المال يتصدق بها، أما أن يحطها عشان يأخذ الربا يبقى كأنه موافق على الربا فلا يجوز له ذلك. إذا إنسان ضاق به الأمر فليذهب إلى البنك الإسلامي، بنك فيصل بنك إسلامي وأغلب معاملته إسلامية، فليضع في بنك فيصل، ما فيش داعي يذهب للبنوك الربوية. إذا أقرض إنسان إنسانا آخر مبلغا من المال بالدولار ثم رد الذي عليه الدين جزءا منه بالجنيه، والآن أراد الذي له الدين باقي المبلغ بالدولار بعد ارتفاع سعر الدولار، فهل يجوز ذلك؟ هو الأمر ما تفرقش حيرد بالدولار ولا بالجنيه، لأنك حترد بسعر اليوم، الرد يكون بسعر اليوم. كثير من الناس يفهم المسألة دي خطأ، عايز يستلف من 1 دولارات مثلا لما كان الدولار ب2 جنيه ويجي الآن الدولار ب5 جنيه ويرد له بالسعر القديم، هذا خطأ، هذا خطأ. استلفت دولارات 100 دولار من إنسان، فعليك الآن يا إما تسد 100 دولار يا إما بسعر يوم السداد، بسعر يوم السداد الدولار 8.5 جنيه، دولار 8.3 جنيه، 28 جنيه، بسعر يوم السداد، يبقى مش هتفرق إنك هتردها جنيهات ولا دولارات، ما فيش محايلة في الأمر هذا، ولكن ترد إليه المال. أخذت دولارات، أخذت ريالات، أنت أخذت 100 ريال الآن هتسدها 8 ريال كامل يوم، يا إما تدفع له قيمة اليوم سعر اليوم يا إما تدفع له الريالات، يبقى مش هتفرق إنك رديتها جنيهات ولا ريالات. إذا انقطع الصوت في الصلاة على النساء في وسط الصلاة هل يخرجن من الصلاة وكل واحدة تصلي لوحدها أم ماذا تفعل؟ إذا اتقطعت الكهرباء، ونرجو أنه ما يحصلش هذا الشيء وكان حصل مرة، إذا اتقطعت الكهرباء سواء الناس اللي في الدور الثاني أو الثالث أو اللي في مصلى النساء وانقطع عنهم الصوت، الأصل بقى أن يكون المؤمن كيس فطن، إلا عرف أن الكهرباء اتقطعت يقوم الناس تبلغ ترفع أصواتها، وخاصة اللي جنب الباب يقوم اللي ورا ينقل بحيث تبلغ الأصوات للخلف. فرضنا أن التبس على الناس وخلاص ما عرفوش، يقوم الإنسان اللي فوق ولا اللي النساء إذا لقوا أنه يأس وما رجعتش الكهرباء كل واحدة تنفرد بالصلاة وتكمل الصلاة منفردة. لو أن الكهرباء رجعت يجوز لها أن ترجع إلى الإمام، خاصة إذا كانت عارفة مقدار القيام ومقدار الركوع بالتقريب، فكان كذلك فيجوز لها أنها ترجع للائتمام بالإمام.
لكن إذا كان حيحصل لخبطة يبقى تكمل الصلاة منفردة، تكمل تنفرد تنوية الانفراد وتكمل الصلاة منفردة. سمعت أنه يجب دفن ما يقص من الشعر أو الأظفار، فإن كان ذلك صحيحا فكيف نستطيع أن نفعله؟ لا، ما يجبش دفن الشعر ولا غيره. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق شعره في الحج وقسمه بين الناس صلى الله عليه وسلم، إذ أعطى نصفه لأبي طلحة والباقي بين الناس فلم يدفنه صلى الله عليه وسلم. فإذا إنسان قص أظفاره أو قص شعره فدفنه خير، إذا لم يفعل فلا يجب عليه. أرجو إلقاء محاضرة لتعليم الإخوة بحسن الخلق مع أولياء الأمور. والله إدنا محاضرات كثيرة قوي فيها، كثيرة، ويكفي إن إحنا فسرنا القرآن في المسجد حوالي مرتين كاملين، ومرة نص القرآن في الدروس بتاعتنا، ومرة لغاية سورة البقرة في خطب الجمعة. مش ممكن حيكون كل التفسير ده ما عدناش على وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما ضروري مرينا عليها كثيرة. الأمر حسن الخلق مع الأهل بيجي من حاجتين: أمر دين في قلب الإنسان، وأمر تربية من أولياء الأمور. فهنا ما قصرناش في المسجد، نحن بنعلم دين ربنا سبحانه وتعالى بحسب ما ربنا يسر. دور أنت أيها السائل على نفسك، ربيت ابنك ولا ما ربيتوش؟ ولا هذه السائلة تسأل نفسها، ربت ابنها ولا ما ربيتوش؟ فالعيب مش هيبقى في المسجد، العيب فيك أنت، أو فيك أنت يا من تسأل على نفسك، ربيت ابنك ولا ما ربيتوش؟ ولا هذه السائلة تسأل نفسها، ربت ابنها ولا ما ربيتوش؟ فالعيب مش هيبقى في المسجد، العيب فيك أنت، أو فيك أنت يا من تسأل. أما تربي ابنك كويس ينشأ كويس، وحيقوم يعبد ربنا ويعرف حقك. وخاصة السائل اللي بيقول هنا، ولا السائلة بتقول، إن بتأمر ابنها بحالة بيقول لها: ما تفتيش يا بنت تيمية الصغيرة. قلة أدب. في إنسان مسلم يقول لأبيه هذا الشيء ولا لأم تيمية الصغيرة؟ قلة أدب. في إنسان مسلم يقول لأبيه هذا الشيء ولا لأم هذا الشيء؟ هنا وهي بتقول إنه بيحضر معاكوا درس الفجر والعشاء، عار على هذا الإنسان يحضر درس الفجر والعشاء ويشتم أمه أو يعاير أمه. ولكن العيب في التربية، ربوا أبنائكم. وده اللي كتير بنقوله للناس، إنك ابنك صغير بتبقى بتدلعه وتديله أكبر من حجمه، وترفض إن غيرك يربيه. لما واحد جار ولا واحد صديق يزعق لابنك أنت بتزعل قوي منه، تقول له مالكش كلمة عليه ومالكش مش عارف إيه، وده لسه صغير، لغاية ما يكبر يضربك على دماغك وما تلاقيش حد يدافع عنه. ربوا أولادكم، علموهم حب الله عز وجل وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخوف من الله سبحانه تبارك وتعالى. تلاقي كتير من الناس لما يحب يودي ابنه مدرسة يدور فين المدرسة، إيه أفضل مدرسة، إيه من المدارس، مدارس النصارى ومدارس اليهود ومدارس مش عارف إيه، ويحط فيها يتعلم فيها كل مصيبة من المصائب، وبعدين يجي يطبقها على أبوه. نرى البعض يشتكي، أبوه بيقعد له يحط رجله على رجله قدامه، الولد يحط رجله على الترابيزة في وش أبوه هو قاعد أو في وش المدرس. ما هو ده اللي بيتعلموه من هؤلاء الكفار. إذا تعلم وتيجي أنت تشكي، ما أنت ما ربيتش أصلا. ربوا أولادكم الأول على حب الله، على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. علموهم القرآن، حفظوهم. يا ترى أنت فعلت هذا الشيء؟ حفظته وعلمته في بيت، أرشدته أنه يذهب لبيت الله عز وجل وهو صغير؟ مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. عملت أنت هذا الشيء حتى تلاقي النتيجة لما يبلغ يقوم يحترمك، يخشى من أبيه ويحترم والدته، يقدم إليهم الإحسان. إذا أساء إليه الأب يقوم يحلم عنه، ولا أنت فرطت في البداية فاستحقق بعد ذلك ما لك منه. هل يجوز للمرأة زيارة المقابر وقراءة القرآن؟ هل يجوز للمرأة زيارة المقابر؟ جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. فلا تذهب المرأة إلى المقابر. المرأة اللي بتتعود تروح مرة ورا مرة في النهاية بتكون أسوة لغيرها، فتذهب المرأة اللي بتعرف الحقوق واللي ما تعرفش الحقوق واللي تبتدع من البدع واللي بصوت والنائحة هناك. هنا قطع هذه السبيل على النساء، لا تذهب المرأة إلى المقابر، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. لماذا تحريك أصبع السبابة أثناء التشهد؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وجاء في الحديث إنها أشد على الشيطان من الحديدة، هي أشد على الشيطان من الحديدة. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالسبابة في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. هل يجوز مسح الوجه باليد بعد دعاء القنوت؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصح فيه حديث. فإذا رفع يديه فدعا، بعد ما دعا ينزل يديه. هل السبرت المتداول الآن نجس؟ أي نجس طبعا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. معلوم أن السبرت لا يشربه يسكر به، فالخمر نجس.
ولكن الخلاف هل النجاسة نجاسة حقيقية حسية ولا نجاسة معنوية، يعني زي نجاسة الأصنام، الصنم مصنوع من حجارة، فإذا لمست الصنم إيدك مش هيجرى لها حاجة وما يلزمكش أنك تغسلها، فهنا الخلاف في ذلك. ويعني لعل قول من قال أنها نجاسة معنوية لعله يكون أقرب في ذلك، ولكن نجاسة نجاسة، السبيرت نجاسة، إنها خمر وربنا ذكر أنه رجس. بعض الناس يقولون إن وضع القدم بجوار القدم في الصلاة ليس مهما وإنما مساواة الصف فقط. هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمرهم صلى الله وسلم عليه بأن يتراصوا في الصف، ولكن نجاسة نجاسة، السبيرت نجاسة، إنها خمر وربنا ذكر أنه رجس. بعض الناس يقولون إن وضع القدم بجوار القدم في الصلاة ليس مهما وإنما مساواة الصف فقط. هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمرهم صلى الله وسلم عليه بأن يتراصوا في الصف وأن يرصوا صفوفهم كما تتراص الملائكة في صفوفها. وجاء في قول جابر رضي الله عنه صحيح البخاري وغيره قال: فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب أخيه وكعبه بكعبه، مش قدمه بس وكعبه بكعبه، المعنى إن شدة الملاصقة. ودي ما تجيش إلا بأن يجعل الإنسان في الصف قدميه في حزو منكبي القدم، لا يفتح رجليه قوي، إذا فتح رجليه يبقى المنكب مش في المنكب، يضم رجليه يبقى الرجل بينها وبين الآخر يمر فيه الشيطان. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يتخلل الصفوف كما يتخلل الخذف، زي الخروف الضأن الصغير ليدخل بين الصفوف، زي قطة تدخل بين الصفوف، كذلك الشيطان يدخل فيفسد ما بين الإنسان والذي بجواره. فعلى ذلك المستحب في الصلاة أن الإنسان يلزق قدمه بقدم أخيه وكتفه بكتف أخيه، وكذلك النساء، إلا أن يكون لعذر بقى من الأعذار أن الإنسان قدمه فيها جرح أو فيها شيء يبقى له عذره، ولكن يحاول قدر المستطاع أنه يلصق القدم بالقدم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخ حلف على زوجته ألا تكلم زوجة أختها والزوجة سمعت اليمين ثم قال لها أنا لم أحلف. إذا كانت سمعت اليمين ما يجوز لها أن تكلم زوج أختها، وخاصة إذا كان حلف بالطلاق في هذا الشيء، كون هي سمعته وهو يحلف وبعدين قال لها أنا لم أحلف، خلاص هي سمعت العبرة بما سمعته هي. فعلى ذلك لا تكلم هذا الإنسان لغاية ما زوجها إذا كان يكفر عن يمينه ولا حسب ما يسأل في يمينه كان يقصد طلاقا ولا يقصد إيه فيها. أنا لم ألحق أن أصلي سنة العشاء في المسجد بعد صلاة العشاء لضيق الوقت بين العشاء والقيام. ما احنا قلنا قبل كده أنه من الممكن أنك تجمع النيتين، تكون أول ركعتين من صلاة التراويح هي نية سنة العشاء، عايز تصليها منفردة بعد ما تخلص التراويح صليها وحدك، ولا داعي أنك تخالف الناس في الصلاة حيث أنت قايم هم ركعين وسجدين. اشتريت شقة تمليك في عمارة تحت الإنشاء وكان من بنود العقد التي يحتمها القانون أن أدفع مبلغ 3000 جنيه بعد تشطيب العمارة من كل ساكن، ثم تودع هذه المبالغ في أحد البنوك كوديعة تستغل فوائدها في صيانة العمارة من مصعد وخلاف، فما الرأي الشرعي؟ والله إذا كان حيحطه في بنك زي بنك فيصل كده ما فيش مانع، بالصورة ما فيش فيها حاجة أن يفعل هذا الشيء. إذا كان العقد بينك وبين أصحاب العمارة أنك لابد توفي بهذا الشيء لابد من الوفاء به، لكن الواجب على من يأخذ هذا المال أن يضعها في مكان صحيح شرعا، فلا يجعلها في بنوك ربوية أو في أماكن للربا، ولكن فليجعل في أماكن حلال. قال أحد علماء الدين ردا على سؤال عن القنوت في صلاة الفجر: من يتركه يسجد سجدتي السهو بعد الصلاة فما الحكم في ذلك؟ هو القنوت في صلاة الفجر اختلف فيه العلماء هل هو سنة تفعل ولا ليس بسنة، فذهب الشافعي إلى سنية القنوت في صلاة الفجر لحديث أنس ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى أو في الصبح حتى مات صلوات الله وسلامه عليه. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن لا يستحب أنه يدعو، قال لأنه هذا القنوت فعله النبي صلى الله عليه وسلم فترة شهرا يدعو على قوم ثم تركه بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وأما القنوت الذي كان يصنعه بمعنى طول القيام، يعني أنه قانتا فأطال في القيام في القراءة صلوات الله وسلامه عليه، فهنا الخلاف هل هو سنة في الفجر ولا ليس بسنة. فإذا فعله الإمام قنت معه، إذا تركه الإمام لم تقنت معه. والذي نراه أن القنوت في الوتر هذا السنة، أو في النوازل إذا نزلت مصيبة بالمسلمين يسن أن يقنت في الصلوات الخمس. هنا بقى قول العالم اللي بيتكلم إذا تركه يسجد سجود السهو يقصد على القول باستحبابه، على القول باستحبابه على مذهب الشافعي يعني. فإذا كان الإمام يأخذ بذلك
ونسيه مش تعمد، إذا لأن العمد ما فيش فيه سجود سهو في العمد، ولكن إذا كان الإمام يأخذ باستحبابه ويواظب عليه ونسيه سجد للسهو فهذا ماشي على مذهب الشافعي على أنه يستحب السجود ولا يجب، يستحب ولا يجب. الراجح في المسألة أنه لا يلزمه سجود سهو فيها، أنه سنة القنوط في دعاء الوتر وليس في غيره. يعني كده أجبنا عن أكثر الأسئلة، وكفاية علينا كده من الأسئلة. رجاء أنه ما حدش يبعت أسئلة لأنه مش هنجاوب على الأسئلة بعد ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.